الجزائريين إلى شوارع العاصمة لمظاهرة سلمية للجمعة الرابعة على التوالي في مسيرات سلمية حاشدة بقلب الجزائر العاصمة. وهذه المشاهد مشاهدينا الكرام تأتيكم من قلب الحدث من العاصمة الجزائر، كما تشاهدون مشاهدينا الكرام العديد من الشباب الجزائري بالإضافة إلى العائلات. هناك فئات من مختلف الأعمار وشرائح أيضا المجتمع، كما نشاهد مشاهدينا الكرام في هذه الصور هنا بالبريد المركزي بقلب العاصمة يتجمع العديد من الجزائريين هنا حاملين شعارات ولافتات. أيضا هناك مشاهدينا الكرام كما تتابعون في هذه الصور. إذن مشاهدينا الكرام هذه المشاهد تأتيكم من قلب الحدث من الجزائر العاصمة. وكما تابعنا ونتابع إذا نزل الآلاف من الجزائريين ولا زالوا ينزلون أيضا في هذه الأثناء إلى ساحات العاصمة وإلى قلب العاصمة حاملين لافتات وشعارات كما تتابعون في هذه الصور بطريقة سلمية بطريقة حضارية كما عهدناها وكما تابعناها في الجمعات الماضية. هذه إذن رابع جمعة بعد جمعة 22 من شهر فيفري وتلتها جمعة الفاتح مارس وبعدها جمعة 8 مارس حيث كان فيها حضور لافت وقوي للمرأة الجزائرية في عيدها العالمي والتي حاولت أن توصل صوتها من خلال مظاهرات سلمية حاشدة في الجزائر العاصمة وفي مختلف الولايات. أيضا هذه الجمعة جمعة 15 من شهر مارس الجاري نفس الشيء العديد من الجزائريين والجزائريات أبوا إلا أن ينزلوا إلى الشارع إلى قلب الساحات العمومية في الجزائر لكي يوصلون صوتهم بكل حرية وبكل ديمقراطية أيضا وبطريقة سلمية وحضارية كما نتابع مشاهدينا الكرام في هذه الصور.